هاي بنات، الألوان الترابية كلنا منحبها وبتلبق للبشرة الحنطية والسمرة. وبما أنه اتفقنا نطلبي أحلى لوك على العيد، رح نعمل سوا مكياج ناعم بألوان ترابية. الفاونديشن من لوريال. بلشي استعملي حيالة فاونديشن عندك بالبيت، بس عشرت يكون سائل لأنه بشرتك بعد فترة الصيام رح تكون ناشفة وبحاجة لعناية. من بعد ما تحطيه بالريشة، مرق الاسفنجة لأنها بتشيل الكمية الزايدة من الفاونديشن. الكونسيلر من لوريال تنخفي التعب، السارن وكل المشاكل يلي دغري بتبين تحت العين، لازم نحط الكونسيلر، هيك بتصيري حاضرة تتحط الألوان على العيون. لون الاكرو من سيفورا. بعلبة سيفورا في لون اكرو كتير حلو، حبيت حطه بأول العين وهو شوي اكرمي. من بعدها استعملت لون مايل للبرونز ومديته على كامل العين حتى يكون على شكل باز للألوان يلي رح نحطها بعدين. لون البني من واندي. دايما بآخر العين لازم يكون في لون بني غامق حتى يعطيها سحبة، لهالسبب حطيت لون بني غامق على الآخر الكريز وتحت العين. الستيك الذهبي من شانيل. حطي اللون الذهبي على أول العين من فوق ومن تحت لأنه هاللمسة رح تعطي إكلة. اللون البني مع ريشة H&M. علمي حواجبك باللون البني وعرضيهم شوي لأنه الحواجب العريضة كتير دارجة. إذا كنت حابة يضلوا عراض ويغمقوا، فيك تعملي حنة لحواجبك بس أكيد قبل ما تعملي المكياج. الماسكارا السوداء. لأنه ما رح نحط رموش اصطناعية، فلازم نسمك الرموش شوي، مشان هيك بنصحك تحطي ماسكارا وتنتظري لعشر ثواني ومن بعدها تحطي كوش تانية. البلاش البني مع ريشة H&M. البلاش البني كتير بيلبق لهالمكياج، حطيه على الخدود وكتري قد ما بتحبي. الحمرة ناتورال من سيفورا. علبة سيفورا فيها ألوان حمرة كتير حلوة، أنا نقيت هاللون يلي ما كتير ببين بس قريب كتير للون الآي شادوز. وهيك بنكون عملنا مكياج ترابي ناعم. ما تنسي تعملي سبسكرايب لقناة دنيتي، وفيك تتواصلي معي على فيسبوك، تويتر وإنستغرام.